الأهلي خاض المران الأول له في جنوب إفريقيا عقب الوصول، وسعد سمير وعلي معلول ثنائي الفريق خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم أمساء اليوم على ملعب جامعة بريتوريا في بداية تحضيرات المارد الأحمر لمواجهة سان داونز. علي معلول يعود للتدريبات الجماعية بداية من الغد تدريجيا، وسيكون جاهز لمباراة السوبر الإفريقي، والأمر سيكون بيد إدارة الفريق الفني. طبيب الأهلي نسبة لحاق حمدي فتحي في مباراة سان داونز متوسطة ولكنها كبيرة للقاء السوبر الإفريقي. رامي ربيعة نسعى إلى الوصول إلى النجمة العاشرة، ومحمد شريف مواجهة سان داونز صعبة ولكن هدفنا هو التأهل. شريف هدفنا واحد نسعى إلى الوصول إليه، ورغبتنا مشتركة في الوصول بالأهلي دائما إلى الفوز والتواجد على منصات التتويج. موسيماني للصحف الجنوب إفريقية: لا أريد أن الحديث كثيرا عن لاعبي سان داونز، وهناك تقرير بأنني أريد بيتر شلولي، إنها تقارير كاذبة. لاعب سان داونز الوحيد الذي أجري اتصالا رسميا مع مولدي سان داونز هو جاستون سيرينو. موسيماني: لو سألني أحد قبل المباراة هل الفوز بهدف أو هدفين دون رد نتيجة مطمئنة لي قبل الذهاب إلى جنوب إفريقيا، كنت سأقول نعم بالتأكيد، لكن واقعيا هذه النتيجة لم تمنحنا التأهل. موسيماني: سان داونز فريق قوي وصعب، والأهلي فريق كبير بالطبع، وهناك تلاحم في المباريات. لعبنا الزمالك وبعدها بأيام واجهنا سان داونز، والأسبوع الجاي مباراة السوبر الإفريقي في قطر. هذه هي شيمة الفرق الكبرى، ونحن طالما فريقا كبيرا علينا أن نتقبل ذلك ونعمل على ذلك المستوى. موسيماني: تركيزي بأكمله مع الأهلي ولم أذهب إلى منزلي.